جبهة النصرة تعيد تموضعها عسكريا وسياسيا، ولكن بأي اتجاه؟ الكثير من المؤشرات كان ظهر في الخطاب الأخير لزعيم النصرة أبو محمد الجولاني الذي عكس تحولا أساسيا في منهج الجبهة من قتال النظام السوري وحلفائه إلى قتال الغرب. من هنا يرى البعض أن النصرة اليوم هي غير تلك التي فاوضت الغرب وأطلقت قبل أسابيع عناصر قوات حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة في الجولان. في علاقة النصرة مع تنظيم الدولة الإسلامية، صحيح أن المصيبة لم تجمعهما رسميا في خندق واحد بعدما وحدت بينهما ضربات التحالف، إلا أن كل المؤشرات تدل على تقارب مستجد بينهما، حتى أن الجولاني تبنى في خطابه الأخير مفردات داعش عندما وصف واشنطن بمحور الشر وبأن ما يجري حرب ضد الإسلام. في إعادة التموضع العسكري وبعدما استهدفها التحالف الدولي في أولى ضرباته الجوية في سوريا، أفيد عن انسحاب عناصر جبهة النصرة وكوادرها من شمال سوريا، حيث تتركز الضربات الجوية باتجاه مناطق أخرى تتمتع فيها الجبهة بنفوذ كبير، وأهمها القلمون السورية والقنيطرة وصولا إلى الغوطة الغربية وهي بغالبيتها في موازاة الحدود مع لبنان. الله أكبر. وفي هذه النقاط تحاول النصرة تثبيت سيطرتها. في القلمون تحديدا تتحدث تقارير عن حشود لمقاتليها استعدادا لما يسميه مناصروها معركة تحرير القلمون، وهي تنفذ منذ أيام هجمات مكثفة على محاور عسال الورد وجرود الجب ورأس المعرة. فهل يكون هدفها تأمين منافذ إمداد لمقاتليها قبل حلول فصل الشتاء، أم أنها تعزز تواجدها في نقاط حدودية للنفاذ منها إلى خارج الأراضي السورية بعدما تخطى مشروعها إسقاط النظام؟